مع حضراتكم لحاجة تانية. الفنان محمد هنيدي عمل هزار كده مع جمهوره ونشر صورته في البطاقة الشخصية وعلق على صورته وقال بما ان الناس بتقول ان كاميرا هي اللي حلوة ادي صورة البطاقة بأسوأ كاميرا في العالم، الكاميرا لا تصنع وسيما. هو فرحان بنفسه ان هو وسيم يعني وجميل. وطبعا تعليقات كتير جدا برضو جات على الصورة.